السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنيان رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. أسهم أرامكو تفتتح تداولاتها في السوق السعودية بارتفاع بلغ 10%. الولايات المتحدة تواصل تحجيم الخطر الإيراني وتفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعبه وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. بدأت شركة السوق المالية السعودية تداول أمس إدراج تداول أسهم شركة أرامكو السعودية على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم لا تتجاوز 10%. هذا وقد قفزت قيمة السهم في أول دقائق مزاد الافتتاح إلى 35 ريالا و20 هللة، وهو الحد الأقصى ب10%، ما يرفع قيمة الشركة في يومها الأول من $1,700 مليار إلى أكثر من $1,800 مليار، حيث أصبحت أرامكو أكبر شركة مدرجة في العالم مع بدء تداولها. في الوثائق الرئيسية اللي أنشئت فيها أرامكو وقت الملك عبد العزيز كانت تهيأ للطرح في الأسواق في ذلك الوقت. اليوم لديك شركة لديها قيمة ضخمة جدا، تستطيع أن تبقي هذه الشركة في السعودية وتبقي أثرها الاقتصادي في السعودية وتجعلها تنمو في السعودية، بينما تستفيد من قيمتها لتحفيز قطاعات أخرى ليست موجودة في السعودية. لما نطرح جزء من أسهم أرامكو ونأخذ هذا الكاش ونخلق فيه قطاعات جديدة وقوية في السعودية، سوف تنمي الاقتصاد، تخلق الوظائف، تحسن إيرادات الحكومة والصندوق إلى آخره من الفوائد. وفي نفس الوقت أرامكو عندنا في السعودية، صندوق استثمار العامة سوف ينفخ داخل السعودية بعد طرح أرامكو ما يزيد عن 500 مليار ريال سعودي فقط في 3 سنوات. لك أن تتخيل هذا الإنفاق في الصناعة العسكرية أو صناعة السيارات أو صناعة الترفيه أو صناعة السياحة أو غيرها من الصناعات، ما هو أثره على جميع قطاعات القطاع الخاص، فهذا سوف يحفز بشكل قوي جدا مبيعاتهم في كل القطاعات سواء التجزئة أو النقل أو قطاع الخدمات إلى آخره. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجوم الذي وقع قرب قاعدة عسكرية شمالية أفغانستان. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه رفض جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف. وعبرت الوزارة عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة وتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء الثلاثاء عددا من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرة العام ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون
ما نتج عنه ضرر للسور الخارجي للمستشفى. وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي أضرار بشرية ولله الحمد، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدنية المعتمدة في مثل هذه الحالات. أكدت المملكة أنها تولي أهمية قصوى لتعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني الذي يأتي انسجاما مع مواقفها الثابتة والداعمة للمواثيق الدولية والمعاهدات المؤسسية للقانون الإنساني بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع. وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة أمام المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف، قال إن المملكة قامت بخطوات مهمة لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه بين أجهزة الدولة المختلفة وجميع شرائح المجتمع، وأن العمل قائم على إدراجه في المدارس والمعاهد والجامعات والكليات. وأوضح السفير الواصل عن مشاركة المملكة في العديد من المنتديات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني، وأكد أنه التزاما من المملكة بالمبادئ الإنسانية فقد قامت بالعديد من المبادرات التي أسهمت في وضع حلول لبعض الأزمات ودعم الجهود التي تقوم بها المنظمات والهيئات الدولية. وبيّن أن أسهمت المملكة خلال العام الجاري بلغت ما يقارب 2,100,000,000 دولار، وقامت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنشاء مشروع مسام لنزع الألغام ومشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من النزاع المسلح في اليمن. عقد مجلس الشورى جلسته العادية 9 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ. ووافق المجلس في جلسته على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الخاصة بعمل الموظفين في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز. كما دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب إلى سرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر والإسراع في إنشاء المرصد الوطني لقياس الفقد والهدر وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي لتدوير المخلفات الغذائية. وطالب المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدعم إنشاء وتجهيز مركز الطب الدقيق بالمؤسسة لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى. بدأت أعمال الاجتماع الاستثنائي الأول للمجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامية يونا برئاسة وزير الإعلام رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأستاذ تركي الشبانة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة. وأشار وزير الإعلام إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين خلال انعقاد القمة الإسلامية في مكة المكرمة والمتضمن أهمية تفعيل أدوات العمل الإعلامي الإسلامي المشترك وإصلاح أجهزة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الأمة الإسلامية. وأبرز الشبان أهمية تفعيل دور اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية من عدة جوانب، منها مواكبة التطور الذي شهدته صناعة الإعلام والتغيرات المستجدات. أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية والأمنية في السعودية، أكدت أن البرنامج المعني بالمشاركة الصناعية يمثل حجر أساس لتوطين الصناعة العسكرية في البلاد، مفصحة عن بدء جني ثمار توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة بتحقيق وفر قوامه 900,000,000 ريال في وقت تزايد فيه عدد التراخيص المتخصصة إلى 95 طلبا للتصنيع والخدمات ذات العلاقة. وقالت الهيئة في خضم الإنجازات التي حققتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي إن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. إلى المشهد اليمني، حيث شنت مقاتلات التحالف العربي غارات دقيقة استهدفت مخابئ قيادات حوثية في جبهة اكتاف بمحافظة صعدة. وذكرت مصادر عسكرية أن الغارات تمكنت من قتل قياديين بارزين من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، علاوة على إصابة عدد من مرافقيهم، كما قتل وجرح 7 من عناصر الميليشيا من بينهم قيادي آخر إثر قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني
استهدف آلية تابعة لميليشيا الحوثي جنوب شرق تعز. في العراق واصل المحتجون تظاهراتهم في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث سجلت حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع إضافة إلى وقوع إصابات قرب ساحة الوثبة وسط بغداد. شهود عيان أفادوا أن الصدامات اندلعت بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب أسفرت عن إصابة نحو 30 شخصا، وأن القوات أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع عندما حاول متظاهرون الاقتراب من حاجز أمني في ساحة الوثبة القريبة من البنك المركزي العراقي. من جهة أخرى، عقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية للتصويت على قانون الانتخابات الجديد ومشاريع قوانين أخرى. أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرا إلى أن العقوبات ستطال كيانات وشركات إيرانية، مضيفا القول أن العقوبات الجديدة تستهدف شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية ومعاقبة الشركات التي ستتعاون مع إيران، مشيرا إلى أن العقوبات ستفرض كذلك بل تفرض على شركات تساعد في نقل وتهريب السلاح الإيراني. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن هناك عقوبات على شركة طيران ماهان الإيرانية لدورها في نقل وتهريب أسلحة الدمار الشامل إلى اليمن، مشددا على أن واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران. وطالب بومبيو كل الدول بممارسة الضغط على إيران لمنع الأنشطة التي تهدد العالم وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وسنستمر في التأكد من ذلك مع كل دول العالم على حسب قوله. نشرتنا انتهت، هذا تذكير بأهم عناوينها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. أسهم أرامكو تفتتح تداولاتها في السوق السعودية بارتفاع 10%. الولايات المتحدة تواصل تحجيم الخطر الإيراني وتفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية. تحية لكم في أمان الله. We'll be right back.